يلا اي عرض عرض. شوف هذا التصميم لك يا ابو. سيف الهاجري ممثل الذي عرفه مسرح التمثيل بقوة تمثيله، بدأ في رحلة جديدة وانضم إلى برنامج سكرير والذي فيه أظهر موهبته بشكل أوضح. وإن سألتم عن الأثر، فالابتسامة التي تظهر على محياه هي أكثر أثر له. وبين طيات سكرير كان له في بيت الله مقعد. أشهد أن محمد رسول الله. هل أكتفي؟ أنا الجوكر. إذن لست كلنا كلنا. وش ذا وش ذا؟ لا ما لا سمع. لا والله يا إيش وأنا سويت كذا حقت كاريلا. الله يعطيكم العافية وبيض الله وجهكم. يستاهل. أبشروا بالجاي إن شاء الله. وش الجاي؟ الجاي خير خير من الرايح بس. يلا يا ربي يلا. هذا المركز الرابع، فرحان ماخذ الرابع يا سيف. وين المفروض الاول؟ يلا اذا عيفان الاول من حين اقطعوها خلاص. سمجت السالفه. حاتم ما جاء. مين حاتم؟